السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: تدوير الفاسدين يأتي بالسوداني لرئاسة الحكومة في العراق. مشاهدينا الكرام، بإمكان حضراتكم أن تتواصلوا معنا من خلال الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، وأيضا من خلال الرقم المخصص للواتساب الذي يمكنكم من إرسال ما لديكم من تعليقات، أسئلة، آراء بشأن حلقتنا والموضوع الذي نطرحه عن طريق هذه الخدمة التي سنقرأ إن شاء الله رسائلها ضمن هذه الحلقة. طبعا لم تختلف حكومة محمد الشيع السوداني بشكلها ومضمونها عما سبقها من حكومات الاحتلال المتعاقبة، يقول عراقيون، فهي نتاج نظام المحاصصة الطائفي نفسه، وشخوصها هم أولاد الأحزاب التي دمرت البلد وأفقرت شعبه وجعلت العراق في مصاف الدول المتخلفة. فيا ترى من الذي يتوسم خيرا في حكومة الولاية الثالثة كما أطلق عليها عراقيون، نظرا لكون رئيسها هو ابن حزب الدعوة ودولة القانون بزعمة نور المالكي، وإن قال استقلت. مشاهدينا الكرام، ننتظر مشاركاتكم لإبداء آرائكم بشأن هذه الحكومة الجديدة، وهل ستغير من شيء في العراق؟ هل من تسلم المنصب والوزراء الذين جاء بهم مختلفون عن السابق، أم هم يسيرون على نفس المنهاج الذي وضعته هذه الأحزاب التي تحكم العراق منذ عام 2003؟ نزلنا إلى الشارع والتقينا ببعض العراقيين وسألناهم عن آرائهم بشأن الحكومة الجديدة. دعونا نستعرض لحضراتكم بعضا من هذه الآراء. الحكومة أحزاب محاصصات نفس القبلها، ما تغير أي شيء. القبلها هم الإطار نفسيتهم، الأحزاب نفسيتهم من 2003 لحد الآن نفس المحاصصات ونفس الأحزاب رجعت علينا، ماكو أي فرق. إحنا حكومة محاصصة ما نقبل بها، نريد حكومة مستقلة، لا بالأحزاب، خالية عن الأحزاب، بعيدة عن أي شيء، تراعي المواطن، تطيع حقوقه. هسه أنا أقول لك، الوزير يجيبونه من نفس الحزب، يخلونه يلمن يدافع، يدافع للحزب ماله، لا يدافع لغيره ولا أي شخص. وهاي الناس الفقرة ما حد إلها، قدم على تعيين الفقير ما حد يقول لك ايش بيك، لان شنو السبب؟ انت مو بالاحزاب، ما حد يريدك. انت برايك حكومه السودان تختلف عن البقيه؟ ما تختلف، نفس البقيه، وداعتك نهائيا ما تختلف. شلون انا اعطيك الدليل ما تختلف؟ لان هي هم محاصصه، ما تختلف. الوزير من فلان حزب، المسؤول من فلان حزب، شلون تختلف يعني؟ نفس المحاصصه وما ماكو اي فرق. ما يقدر يحارب السودان لان هم جابوه وخلوه، شلون يحاربهم؟ انا اقول لك اذا انسان مستقل بعيد عن الاحزاب يحارب الأحزاب، إذا من الشعب يحارب الأحزاب، بس إذا من الأحزاب نهائيا ما يحارب. السودان من المجربين، وهم نهائيا ما مشوا بالوصية المرجعية، وصية المرجعية عافوها بحتها ومشوا هم برأيهم وشكلوا حكومة برأيهم، والشعب ما قابل بها نهائيا. احنا بالبداية من 2003 ما شاهدنا حكومة جت على أمر الواقع، يعني حكومة تريح البال. كل الحكومات اللي اجت هي مزيفة، نريد نقول مو هيجي، يعني حكومات بالبداية يجيك بأول مرة أنا راح أسوي وراح أعمل وراح كذا وراح هذا، وبعدين ورا سنة بدأ التلكع عنده. من يبدأ التلكع عنده؟ فعامة الشعب أموره تختلف. أول شيء نفس الدولة نفسها ما تغير، كيف لك موسى ونجاحها، والعالم شبابنا نشوفه كلها تعبانة، كلها تعبانة. هسا قاعد الشباب يشتغل عماله، وين يروحون؟ هاي اللي تشوف عينك السوق. هسا انا عامل من 10 الصبح ل 8 بالليل 15000 يطلع، خلي يبوا علينا احنا الشباب شوي همين، تعيينات من هنا. هسا قاعد الشباب يشتغل بتكتك وكلها محاربين. انت برايك هالحكومه راح تختلف عن الحكومات؟ والله ما صار. لو بعد 1000 واحد يجي، ألف واحد شو ما تصير، تبقى هي ملكة الله وصير. طبعا مشاهدينا الكرام، تشكيلة محمد الشيع السوداني الوزارية جاءت بكثير من الأشخاص المجربين الذين تبوأوا مناصب حكومية في السابق وأثبتوا فشلهم فيها. دعونا نعرض لحضراتكم مجموعة من الوزراء الذين جيء بهم إلى هذه السلطة، مجرد تغيير اسم ربما أو وجه، لكن المضمون واحد. نبدأ مع وزير الصناعة الجديد في حكومة محمد الشيع السوداني اللي هو خالد بتال نجم الجغيفي.
بعد أن تسلم وزارة الصناعة وأعلن عن اسمه ضمن التشكيلة الوزارية الجديدة، قام المقربون منه وأهله وأقربائه بالفرح وتصرفوا بشكل، دعونا نشاهد مع بعض ثم نعود ونترك لكم التعليق عن هذه التصرفات التي تخرج من الوزراء الجدد، فما الذي سيقدمونه في المستقبل؟ لنشاهد. هذه فرحة أهالي وزير الصناعة، بهذه الطريقة احتفلوا، بهذه الطريقة استقبلوا الخبر، بهذه الطريقة والله أعلم كم نفسا بريئة قتلوا وكم مواطنا عراقيا آمنا في بيته أصيب نتيجة هذه الإطلاقات النارية العشوائية وأسلحة متوسطة. كيف وصلت إلى عائلتك يا وزير الصناعة؟ كيف امتلك أقرباؤك هذا الكم من الأسلحة وما خفي كان أعظم؟ نبدأ باستقبال اتصالات حضراتكم مشاهدينا الكرام لإبداء رأيكم بشأن الحكومة الجديدة. هل تعتقدون أنها حكومة مختلفة عن سابقاتها؟ ويانا السيد فاضل من كركوك، تفضل حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا أخوي إن شاء الله يعني أولا أرحب بالضيوف وأرحب بالجميع اللي يستغلون المقالات، ان شاء الله نتامل في هذه الحكومه وبس يعني ظاهره قليله عشوائيه غير الفرق، ظاهره مو حضاريه ولا مثل العراق يعني هذا ما اعرف. طيب شنو اللي تتامله سيد فاضل؟ شنو اللي تنتظره من حكومه محمد الشياع السوداني؟ والله انتظر منه اولا الاطلاق شو اسمه 22 الطبيه، مجموعه طبيه ان يكون ضمن الموازنه. اي اول. وثاني شيء فتح فتح شركات او مثلا يعني يسمعون شيء يسوون شيء فشيء يفيد المجتمع، يفيد الشعب العراقي. يعني انت هسه حضرتك طلبت شيء يخص شخصك، لكن احنا نتكلم عن عموم العراق، هل تعتقد بان هذه الحكومه قادره على تقديم شيء للعراقيين، خاصه وانها وليده الاحزاب التي حكمت العراق ولا تزال؟ شنو اللي اختلف بهاي الحكومه؟ والله هو ما مختلف شيء، بس احنا نتامل خير من عندهم، نتامل خير يعني نقول بلكي صارت حزب واحد يعني فاضل سؤال، يعني ما كافي تامل بهذه الحكومات؟ ما كافي تأمل بهذه الأحزاب؟ العراقيين صار لهم ايش قد يتأملون بهذه الحكومات والأحزاب اللي اجتي ومنتظرين منهم يسوون شيء وغدروا بالناس وضحكوا على الناس وما سووا شيء، بعد نتأمل 20 سنة ما كفتنا تأمل؟ وما باليد حيلة. نعم. طيب، يعني أنت ما تشوف أنه التظاهر أنه الخروج ضد الفساد، أنه الخروج ضد هذه السلطة هو حل بالنسبة لك، ما تشوفه؟
مو حل وقت، لان ما ادري شلون افهمك يا انه يعني احكيها باي طريقه نفهمك. لكن انتخابات وما تغيروا، بس لحظه، انتخابات رحتوا صوتوا وما تغيروا، ناس شاركت بالانتخابات السابقه، طبعا دا اتكلم هاي الاخيره مقاطعه، لكن شاركوا بالانتخابات السابقه ما تغير شيء، العراقيين يصوتون، القرار يكون امريكي ايراني باختيار الحكومه، نظام المحاصصه هو اللي يحكم، الكتله الاكبر ما ادري شنو، يعني لا بالطريقه السلميه، بالطريقه القانونيه تغيروا، شلون راح يتغيرون لعد اذا مو بالتظاهرات؟ تظاهرات ليش حلم في العراق؟ يعني بحسب نظري ما اعرف. نعم. حسب نظري، لان ما في امل منه. طيب. سيد فاضل، طبعا هي تبقى وجهات نظر وكما نقول افضل تثبت الواقع. نعم. انا اشكر حضرتك شكرا جزيلا. هي وجهات نظر، هي آراء مختلفة، قد يختلف البعض ويتفق على ما تفضل به السيد فاضل من كركوك أنه يرى بأن التظاهرات ليست حلاً. طيب احنا نسأل أنه كيف يمكن أن يتخلص العراقيون من هذه الطبقة السياسية الحاكمة التي لم تقدم شيئاً، لم تقدم خيراً للعراقيين، إذا كان التظاهر ليس هو الطريق؟ طيب شنو الوسائل البديلة؟ شارك العراقيون في تظاهرات سابقاً ولم يتحقق ما أرادوه، لم يتواجد الوطني النزيه، لم تكن أصلا ضمن القوائم الانتخابية من فيها من يستحق أن يمثل العراق والعراقيين. ما هي البدائل التي يملكها العراقيون إذن؟ ويانا صلاح، السيد أبو صلاح من كركوك، تفضل. كربلاء، حياك الله يا أبو صلاح. أبو صلاح من كربلاء. نعم. تفضل يا ابو صلاح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. ما وراها فائده. الله يسلمك. هي حكومه احزاب ما وراها فائده، ثانيها مخصصه، ثانيا هو حزب الدعوه مسيطر فعليا بالعراق. نعم. زين، اضافه الى انه الايرانيين وعملائهم موجودين للارناب. انتخابات مو نزيه، يعني هي اصلا ماكو انتخابات بالعراق. انت تستخدم وتقول. نعم. زين. اثنين، هسه عم نعول على شيء هالمظاهرات بايران تسوي لنا حل بركه الله ان شاء الله الفرس قادم. يعني ايران اذا صار لها المظاهرات وسقط النظام الملالي، ذول من اساسا ينشلعون، يعني يسمون بس اكو روايات مختلفه عن اللي تتفضل به، اكو محللين ومراقبين للشان العراقي يشوفون انه حاليا هاي الاحزاب تحاول تثبت رجلها وموقعها لدرجة أنه إذا سقط نظام إيران ما يتأثرون ذاك التأثر اللي ممكن أنت تتخيله. يعني هذه الأحزاب تجذر دولة عميقة، تجذر ميليشيات فساد أتباع، لدرجة أنه إذا سقطت إيران يقدرون يعتمدون على نفسهم. هل ينتظر العراقي يظل ينتظر يتأمل إيران يسقط نظامها حتى بعدين الوضع عندنا يتحسن؟ لا طبعا يا اخي محمد، احنا ننتظر هذا سقوط الملالي بايران، هذا مصالح العراق اولا. اثنين، الشعب العراقي لازم ايضا ساكت، سقوط ايران لازم يسوي عصا مدني او يصور مسلحه عارم. على مود تخلص من الاحزاب المجرمه التي حلت على اللي سلطت على رقاب الشعب العراقي المظلوم. سؤال حلقتنا، هل تعتقد بانه هذه الحكومه ستقدم شيئا مختلفا عن سابقاتها؟ ابدا. او هذا شيء محمد شاح السيباني، هذا هو جاب المالك وحزب الدعوه ودول هم المجرمين اللي جابوه، ما يقدم ولا يقرا، هذا بعد اسوء يصير. نعم. انا اشكر حضرتك سيد ابو صلاح من كربلاء. نستمع الى راي السيد محمود من الموصل، تفضل يا محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا بذوقي السوداني يسيطر. حتى اول دفعه شوي شبعنا. اول دفعه شبعنا حتى حكل. تسمعني؟ اسمعك. شبعنا مو ما شبعنا، بس عم سيطر على الاحزاب. نور الملك اليوم يدور يقول نريد نزل الدولار، يقول لك انت مهربت مليارات وهربت بالات كل يوميه ريالات تعبر على ايران. انت ولك وابن. لما طلعت على المناظر الحدوديه قال لك ترى طبيتها لما صدق طلعت انت جيغة حراميه. عندك هذه الجيعه، عين الدحش يوميه يجر منها 1000 صدقين.
عندك حادث وجيارة يومية يجر ألم صدري. عندك هذا البصرة اللي مزلزل فينا الكاظم ما ينجل بيها، هذا حرامك حاج ما ينجل بيها. الميليشيات اللي عبرت من قبل ثلاث أربع أيام اللي عبرت الميليشيات وما خلوها يشوفون المواطنين ترى دول سجناء عراقيين يقتلونهم متظاهرين بيقتلون هذول العراقيين جايين يقتلونكم. ايران وانا عارفها، ايران وانا عارفها، احنا كنا قاتل بلا محمرة وعبادان. نعم. نضرب الاسرى يقولون انتم احنا وصلنا القزلاني. احنا وصلنا القزلاني اليوم ثلاث سنين بوري. لو كنت قريت تسويه طيب. يا كاظم انت تو قريت بيه لا واكلهم قصه الساق. طيب. وين يروح؟ ماشي. الشعب قام بعد. نعم سيد محمود انا اشكر حضرتك، شكرا جزيلا، وصلت الفكره. ويانا السيد احمد من مصر، تفضل يا احمد. بحييك وبحيي قناه الرافدين والساده المشاهدين الكرام. اهلا وسهلا. بالنسبه للحكومه السوداني بقول انا هقضي على الفساد. اولا انا مراقب للشان العراقي منذ 2003. نعم. منذ كنت النظام الوطني. فانا بالنسبه للحكومه السوداني بقول لك انا هقضي على الفساد والفاسدين. طب هو هيقضي على الفساد؟ هيقضي على حزب الدعوه الفاسد نور المليكي. نور المليكي ما حكم العراق 8 سنوات فسرق البلد ونهب البلد وخرب البلد، هل هيحاكمه؟ دي واحده. الحاجه الثانيه بالنسبه للسلاح المنفلت في العراق، هل سيقضي على الميليشيات والسلاح المنفلت؟ دي حاجه ثانيه. بالنسبه لحسن نصر الله بتاع لبنان بقول لك انا بيتكلم عن التظاهرات اللي بتحصل في ايران ضد نظام الملالي، الشعب الايراني ضد نظام الملالي. فهو بيقول لك انها مؤامره من اسرائيل وامريكا. ان امريكا اللي بتحرك التظاهرات في ايران ان ضد نظام الملالي. طيب هل دي مؤامره كونيه زي ما النظام السوري بيقول لك ان الشعب السوري طلع على نظام بشار الاسد؟ قال لك انها مؤامره كونيه، الاعلام السوري بيقول لك انها مؤامره كونيه. طيب حتى بس لا نبتعد عن الموضوع، انت تقول بان انصار ايران واذرع ايران في المنطقه دائما يعتمدون على مبدا المؤامره وانهم يواجهون مؤامره، وبالتالي هذا الموضوع يتطلب منهم البقاء اكثر في المناصب، البقاء اكثر في الحكم حتى على الاقل يحاربون هذه المؤامرات. يا باشا دول الناس على خيبتهم، يعني بيدوروا على خيبتهم على الخيبه بتاعتهم. نقول لك ان دول مؤامره خارجيه من اسرائيل وامريكا والشعب الايراني شبه منهم وزوم منهم وخربوا الدول العربيه. يعني باختصار سيد احمد، هل هناك مجموعة دعمت دوليا كأذرع إيران في المنطقة العربية؟ يا باشا دول بينفذوا أوامر إيران وإسرائيل، يعني إيران وإسرائيل واحد، بس هم بيلعبوا من تحت الطاولة. طيب. بيلحقوا على الدول العربية. نعم شكرا جزيلا سيد أحمد من مصر. دائما نظرية المؤامرة، دائما نظرية وجود أعداء، خلق أعداء من الوهم، هو الأسلوب الذي تستخدمه هذه الأحزاب أو أذرع إيران في المنطقة العربية بشكل عام وفي العراق بشكل خاص. يعني سمعت هادي العامري قبيل الانتخابات المزعومة التي جرت يقول أعداء الحسين هم الذين منعونا من البناء. 20 سنة لم يحظى نظام بدعم دولي كالنظام الذي يوجد في العراق، كالأحزاب التي وجدت في العراق. التأييدات الدولية لكل شخص يتسنم منصب حكومي تأتي من كل مكان، من الدول الكبرى العظمى القريبة والبعيدة، يعترفون بهذا النظام بشرعيته رغم الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها، ويقول أعداء الحسين منعونا. من هم بالتحديد الذي منعوكم من البناء؟ 20 سنة أموال لم تدخل إلى ميزانيات العراق أو إلى خزائن العراق منذ تأسيسه في العصر الحديث دخلت لكم، ويعني مليارات اختفت من العراق كانت تكفي لبناء هذا البلد وبلدان أخرى مشابهة. قبل أن نكمل استقبال اتصالات حضراتكم، طبعا وزير التربية إبراهيم نامس الوزير الجديد في حكومة محمد الشيع السوداني وزير التربية، أيضا أقرباؤه وذووه والمقربون منه وأهله احتفلوا بطريقة مشابهة لطريقة وزير الصناعة. لنشاهد.
طبعا كل شويه راح نعرض نموذج من نماذج الشخصيات التي تسلمت المناصب الوزاريه في حكومه محمد الشياع السوداني. ويانا السيد ابو عبد الله من صلاح الدين، تفضل يا ابو عبد الله. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلونك عيني؟ حياك الله، اهلا وسهلا. قل لي جماعه هذول الوزراء يقولون وزراء. زين جماعه هذا النامس اسمه النامس ايش؟ ابراهيم نامس، نعم. زين ابراهيم النامس هذول ربعه من طب داعش، ايش ما قاتلوا داعش بهذا السلاح. وين كانوا؟ كانوا نايمين شنو؟ زين هذول هسه من عيضوا بهذا العتاد ما عيضوا، ما يستحي على نفسه، ما يخجل، هو وزير يمثل وزاره التربيه. نعم. يقصد بها اللي يمثل هو. طيب ايش راح يعلم الاجيال؟ ايش راح يعلم الاجيال اذا كان هو الوزير ويعني المفروض الجهه العليا في قضيه التربيه في العراق في المدارس، ايش راح يعلمهم اذا كان احتفال عائلته باطلاق الرصاص؟ استاذ ايش علمهم؟ بكيف زاد قاذفه يساوي احاديه. هذا راح يعلمهم. نعم. لان هذا مو وزير التربيه ولا يرهم وزير التربيه. واكو شغله الاخ استاذ اليوم طلعوا هذا التلفزيون. نعم. رئيس الجمهوريه العراقي، يقولون رئيس الجمهوريه العراقي. اي. من طلع بهذا المؤتمر مال القمه بالجزائر. نعم. من تلقول الحرس الجمهوري مال الجزائر. يعني انت شفته مثل طلع الاسود، يعني انت وين رايح؟ ولو ما عاد تستحون؟ ما عاد تخجلون؟ طيب. حتى عنفسك ما عاد تقدر تعبر برا بالشارع، يعني شلون هذا الواحد يمشي وراه؟ يمشي ورا ناس ماكو جايه على البوق وعنه وعالسلب، يعني هذول شلون الواحد يمشي وراهم؟ بس العراقيين ويا وقت يظلون نايمين. راح تتغير سياسه هاي الحكومه برايك عن سابقاتها؟ راح تختلف؟ لا يا تتغير يا عم، تتغير للأسوأ. تتغير نحو الأسوأ. اكو أسوأ من اللي احنا بيه حاليا؟ اي أسوأ من اللي احنا بيه، بس احنا لحد الان احنا بخير. طبعا بوادر يعني الضحك على العراقيين اللي صارت من محمد الشياع السوداني هو مقطع معروف ومتداول حاليا، لما كان قبل الحكومه كان يتكلم عن سعر التصريف ويقول هذا القرار جريمه بحق الاقتصاد العراقي، انه غيروا سعر تصريف الدولار، وهذا الموضوع يجب ان يكون به تدخل ويكون به تغيير لهذا القرار. لما صار رئيس وزراء يقول البنك المركزي ما حد يتدخل بسياساته، مستقل، ما لنا علاقة به، بالمختصر ما راح يتغير سعر الصرف. وبلشت الأذرع الإعلامية مال هذه الميليشيات اللي كانت مصدعة رؤوس العراقيين بهذا الوعد أنه من نستلم حكومة راح نغير سعر الصرف، بلشوا يقولون من تصير حقيقة ويصير الموضوع جد الوضع الاقتصادي ما يسمح، كانت كلها خطابات سياسية. إذا كان هو من البداية يناقض نفسه، كذب على العراقيين بوعد وبشعارات وهميه، ايش راح يحقق للناس؟ زين استاذ العزيز، هو من جاء صادق من عندهم؟ انت لقيت صدق من 2003 وانت جاي لجاي، لقيت صدق عند واحد من عندهم؟ كلها ناس دجاله كذابه، ناس جايه معقول مصالح شخصيه. مصالح شخصيه، هربوا ملايين برا، مليارات برا. انت شوف لي واحد من عندهم عنده بيت ملك بالعراق، جوع القصور الرئاسية وغير القصور الرئاسية والبيوت مال الوزراء والبيوت مال المسؤولين قبله وبيوت عائلة للدولة، جوع قعدوا بها، لأن هو ما يتأمل يبقى بالعراق أستاذ العزيز. نعم. يترس جيبه ويطلع برا ويقول لك النزاهة. أقذر شيء هو سووه النزاهة، لأن النزاهة إرادة لها نزاهة. نعم. النزاهة هي إذا أكو خراب النزاهة، وإذا أكو خراب بالعراق هو القضاة. نعم. لأن القاضي من راتبه كذا مليون ويرتشي. يعني ايش خليت انت للعامي؟ نعم. العامي ايش يبوق ايش يسوي؟ نعم سيد ابو عبد الله، ايش يبوق براحته؟ انا اشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا للمشاركه. ايضا كما قلنا لحضراتكم في بدايه الحلقه، نزلنا للشارع واستطلعنا اراء عراقيين، خلونا نشوف جزء اخر من حديث مواطنين عراقيين بشان الحكومه الجديده. انا اشوفها كالعاده كالسابقات، حكومه عاديه محاصصاتية، بحت أحزاب، ما به شيء جديد، يعني كالعادة راح يتكرر نفس السيناريو مال 2014-2015، والله أعلم هالمرة ايش راح يتخلينا، خاف ذيك المرة دخلنا داعش. زين أنت برأيك هالحكومة راح تختلف عن اللي قبلها؟ أبد
ابد ما راح تختلف، حكومه حالها حال الحكومات، قلت لك الباقيت حالها حكومه دخلت ان داعش حالها حال الباقيت الموازنه مال 2014 اللي هسه ما حد يدري شنو مصيرها. فهسه ما تجي موازنه جديده ما اعتقد يصير تغيير. زين برايك الاحزاب الحاكمه تقدر من 2011 تقدر تجيب لنا شخص نزيه يحكم العراق؟ لا مستحيل، لان هي اصلا هي الاحزاب ما بيها نزيه. هي اصلا احزاب اختصاصها نهب وسليب وتخريب وتدمير، فما اعتقد راح اجيب لك شخص نزيه. يعني لا ينضح بما فيه، مستحيل يوم شيء يجيب لك شيء هو ينقصه. زين انت برايك السودان راح يحارب الاحزاب الفازه اللي جاء؟ ما يقدر يحاربها لان هو واحد من الاحزاب. ما راح يقدر يحاربها، حتى لو كان يقدر يحاربهم فما راح يخلون الحاشيه اللي بصدره ما راح تخلي. زين وين شعار المجرب لا يجرب؟ هاي طبقته شعار طبقته المرجعيه، وما اعتقد ان اكو بعض صوت مسموع للمرجعيه. لان الاحزاب تكالبت والفساد كثر، فما اعتقد بعد واحد راح ياخذ كلمه مرجعيه او يسمع كلمه مرجعيه. هذا شيء بعد انتهى ما نقدر نحكي فيه، فسطاطه اصلا حسن انسحب يعني راح، فما اعتقد هذا شيء صح. والله حسب حكيهم هم يقولون يعني تختلف بعد، احنا مثل يقول نريد نشوف القادم. صحيح تختلف لو نفس القديم خوفت حكي، لان يعني يجي يقول مثل يقول الحكومه الجايه تختلف عن قبل، بعد ما نعرف الجايات الايام الا سبيل. جربنا كل الوجوه ما قدمش، كل الوجوه جتنا كم من يواعد احنا راح نسوي شيء وراح نقدم شيء وراح نسوي شيء، وما التمسنا فشيء ملموس من عندهم. الاحزاب ما طول هي نفسيه الاحزاب اللي هي جابته ما يقدر يحاكم، لان المتنفذين كلهم بالدور. احنا ردنا شخص انه مستقل عن الأحزاب يقدم شيء للشعب، ما فإذا نفس الأحزاب ما كنت أقدم. والله من 2003 ما أكو شخص حكم هنزية، ها ما أكو شخص حكم هنزية، إيه كلها يا اللي يجي يأخذ لفترة معينة ها وما يطح حقوق العالم، يعني مثلاً يجي يأخذ مصلحته الخاصة ويروح. والله إن شاء الله نقول خير، بس هو لو كلهم حشاك نفس الطهارة، إيه نقول يعني بلك يا الله يعني بها خير موجوده، بها التفاهم زين موجوده. والله تريد الصراحه ماكو كل يعني تغير، كلهم نفس الشيء. هم من 2003 هو صار لهم 20 سنه، هم كلهم احزاب واحد ساد للثاني، وكلهم نفس الطهره، وكل يعني تغير ماكو نفس الشيء. هو بيناتهم هم كلهم حزب الدعوه وبيناتهم، وفعل واحد اللي يسدد للثاني، يعني كل تغير ماكو نفس الشيء، وصير بالاسوء. استمعتم مشاهدينا الكرام إلى حديث مواطنين عراقيين بشأن الحكومة الجديدة. لا يوجد من يثق بهذه الحكومات التي تأتي عن طريق نفس الأحزاب التي أثبتت فشلها وفسادها طيلة السنوات التي حكمت فيها العراق ولا تزال. ويانا سيد أبو علي من البصرة، تفضل يا أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لك. حياك الله، أهلا وسهلا. طبعا انا ابارك لرئيس الوزراء الجديد يا السوداني، هذا الرجل الشريف المخلص، وانا حقيقه اتامل بخير ان شاء الله. هذا راح يسيطر على الفساد، راح يسيطر على الناس المرتزقه. نعم يعني هي بينت من اول ايام، رغم ما هي امر الحكومه سبعة ايام، ومع كل الاسف هاي الناس اللي قاعد تحكي على الحكومه اللي ما اتهمت من عندها كل شيء وما شافت شيء، بس قبل قاعد تحكي مع كل الاسف. تمام. هذه العراقيين. طيب خلينا نجي واحده واحده، نجي واحده واحده نفهم من حضرتك انت وجهه النظر المضاده. خلينا نفهم من حضرتك شنو الاسباب اللي دعتك الى اعتقاد ان هاي الحكومه مختلفه. الناس يقولون انه كل شيء يجي من هذه الاحزاب هو فاسد، هل معقوله منطقيا أنه أحزاب فاسدة تأتي بشخص وطني يحاربها في مصالحها في ميليشياتها في نفوذها؟ معقولة؟ أكو هيك شيء؟ أكو هيك منطق؟ أقول لك حبيبي، هو هذا يقول الأحزاب فاسدة. أولا هي يعني مو كل الأحزاب فاسدة، مو كل الأحزاب، أكو أحزاب فاسدة صحيح، بس أنا اكتشفت هذا الرجل أول ما كنت الحكم او قاعد على الكرسي، يعني طرد شكو تابعين لحكومه العميل الكاظم اولا، و لغى كل الاتفاقيات اللي اتفق بها ويا الدول اللي تدعم كانت الارهاب، الحمد لله شكر لغاها. هذه فرحه اني
واعتقد ان هذا الرجل بنفس القضيه اكو هواي يشوفون انه هاي الخطوه مجرد خطوه انه يبعدون بها جماعه مصطفى الكاظمي حتى يجيبون جماعتهم. لا لا مو 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 هيك الحكي ابن عمي. طيب انت قلت كلمه تتعلق بالاحزاب ابو علي، قلت كلمه تتعلق بالاحزاب وقلت مو كلها احزاب فاسده، اكو احزاب نزيهه. منو اللي حكم العراق من ذني الاحزاب نزيه ووطني وقدم للعراقيين وقدم للبلد شيء موجود اثر لغايه الان؟ احسنت، انا ما اقدر احكي على كل الاحزاب لان الاحزاب اليوم احزاب شيعيه عفنا 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 من الفازه عفنا من الفازه، خلينا نحكي بالشرفاء. أنا ما أقدر أحكي عليها الكل. اكو احزاب فاسده واكو احزاب مو فاسده، اكو احزاب تخدم البلد واكو احزاب لا ما تريد. منو يعني تقدر تسمي لي منو الحزب اللي قدم للبلد اللي خدم العراق اللي خدم العراقيين؟ ممكن حزب الدعوه ليش ما خدم البلد؟ طيب حزب الدعوه يحكم بالعراق من 2005 تمام لغايه حكومه حيدر العبادي. ايش قدم حزب الدعوه للعراق؟ ممكن بس نعرف شنو المنجزات، يعني شنو الانجاز اللي المواطن العراقي اليوم مدى يشوفه بالشارع؟ الانجاز؟ تفضل. والله خاف اقول لك بحكي ما ترضى علي. لا قول احكي. احسن انجاز قدمته حكومه سيد نوري المالكي عدم صدام حسين بيوم العيد. طيب غيره وهذه فرحه للشعب. ماشي تمام اوكي ماشي غيره. غيره قضى على الارهاب، قاتل الارهاب. اكو خدمات كانت موجوده في حكومه المالكي. شنو هي الخدمات؟ يعني سيد ابو علي، سيد ابو علي من نحكي كلام اذا ما يكون منطقي فماكو داعي نحكي. انت من تقول قدموا وخدمات وغيرها، احنا نريد نشوف شيء على ارض الواقع موجود. تدري محافظ البنك المركزي الاسبق سنان الشبيبي اللي كان جزء من حكومه المالكي وبعدين لما شافك فساد وتلاعب قرر انه يتنحى عن المنصب. تدري ايش قال؟ هو هذا مسؤول، هذا لا اني ولا قناه الرافدين ولا مواطن عراقي بالشارع، هذا مسؤول بالدوله بمنصب محافظ البنك المركزي، يقول الفلوس اللي استلمها المالكي كانت تكفي لبناء وطن جديد يتسع ل 30 مليون نسمه، وين راحت؟ استاذي هذه انا في رايي كلها حملات اعلاميه ضد دوله القانون، ضد المالكي، وكلها بالتالي فشلت. شوف هسه الانتخابات اللي بدات واللي انتهت واللي صار فيها تدريب. انت من البصره، انت من البصره باختصار لانه الوقت ضيق. حضرتك من البصره. لا اريد اسالك انت من محافظه. لا خليني اكمل لك. مو قالت خلينا نبعد حزب الدعوه، خلينا نبعده، خلينا نبعد المالكي. وبالتالي هسه المالكي هو شكل حكومه وكسر شوكه الارهاب وكل العملاء والتابعين للسعوديه. سؤال واليوم اصبحت سؤال الحكومه سؤال حكومه سؤال. نعم 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 وصلت الفكره. انا سؤالي، انت من محافظه البصره واحده من اغنى محافظات العراق، بحسب كلام قائد شرطه البصره العشائر اللي بيها عندها سلاح يضاهي فرقتين عسكريه، يعني ماكو قانون بالبصره، يعني ماكو نظام، يعني اكو ميليشيات واكو مخدرات واكو فساد. هاي منجزات وطنيه؟ لا هي هاي الانجازات اللي بدك تتكلم عنها؟ خيرات البصره اليوم لمن رايحه؟ انت يا ابن البصره يلي نص اهالي البصره كاتلهم الفقر والمرض، الاورام السرطانيه تنخر في محافظه البصره، نفط البصره مو لاهل البصره، هذا كلام الناس. اي لا لا ما اقول لك لا، بس شوف خليني اقول لك بالنسبه للسلاح اللي موجوده بالبصره هي سبب حكومه صدام حسين لما انتقل للكويت ورجعوا يا اخي من صار انسحاب الجيش عاد سلاحه خذ الشعب البصري. ما اقول لك لا انا كل المحافظات الجنوبيه. نعم نعم وصلت فكرتك. نعم انا اشكرك يا ابو علي من البصره، شكرا جزيلا ابو علي. شماعه النظام السابق والدواعش والبعثيه بعدها موجودة. 20 سنة من انتهاء النظام السابق وقانون اجتثاث البعث والقضاء على كل من كان ينتمي إلى النظام السابق بالقتل أو بالطرد من العراق، كلها اشتغلت طيلة السنوات 20 ولا تزال. ما بقوا أي أثر لما يسمى بالنظام السابق، محوا كل شيء كان موجود إلى ارتباط بالنظام السابق، وقرروا وقالوا أنه احنا حنبني لكم بلد جديد، وطن جديد، ديمقراطية، عدالة، مساواة، حرية التعبير عن الرأي، رخاء اقتصادي،
أمان، والأهم نقطة طبعا أمان، وغيرها من الأنظمة الصحية والتعليمية وغيرها. شنو الإنجازات اليوم؟ هل هذا العراق المنتظر من هذه الحكومات؟ نزاعات عشائرية، ميليشيات، قتل، سرقة، دمار، خراب. داعش حارب الإرهاب المالكي، من طبب داعش للعراق بال 2014؟ من الذي سمح بسقوط مدينة الموصل والمحافظات العراقية وثلث العراق راح بالداعش؟ ثلاث فرق عسكرية تسقط أمام 500، هذا المفروض كلام الناس، المفروض مشانقهم اللي تسببوا بهذه الخيانة وهذا الدمار للعراق تتعلق. أي إرهاب حاربوه هم كانوا السبب في إدخال الإرهاب إلى العراق. ميزانيات اختفت، موازنة 2014 اختفت، ما حد يعرف وين، ضاعت ما بين نور المالكي وحيدر العبادي، اختفت، راحت هاي الموازنة، وغيرها من المليارات اللي كانت موجودة في زمن نور المالكي، وغيرها وغيرها من القضايا. المجازر اللي ارتكبتها قوات الحكومية بحق المتظاهرين 2011 و2013 وغيرها، هاي كلها وينها من ذكر طاري حزب الدعوة بالنسبة لكم؟ شو هاي المواضيع ما تذكروها؟ الفقر اللي صار 50% من سكان العراق ما تذكروه، المستشفيات المتهالكة ما تذكروها، المدارس المعدمة ما تذكروها. شنو الإنجازات؟ عدم صدام فرحك هذا الموضوع، افرح به، لكن المشكلة ان انت تنظر من الزاوية الضيقة للقضية، وعايف العراق كاتلهم الجوع، الفقر والفساد. خلونا نجيب لكم مثال عن نور المالكي، طرح السيد ابو علي، وحنجيب لكم مثال. عبد الامير الشمري هو وزير الداخلية الحالي، تم تعيينه واختياره في حكومة محمد الشياع السوداني. هذا الشخص كان يتبوأ منصب امني في زمن نور المالكي، اجى عن طريق خطأ، والمالكي يعلم انه جاء عن طريق خطأ، ورضى ان يبقى عبد الامير الشمري في منصبه عن طريق الخطأ، وتسلسل الى ان وصل الى وزير الداخلية. خلينا نشوف اللقطة ونرجع. وين اللي وقف؟ عبد الامير. انت بالخطأ باص هناك، تدري ولا لا؟ جاهدين شي خطا يصير على الكبرى؟ على اساس قائد فرقه 12 اكو واحد اخر هم اسمه عبد الامير، فطلع اسم ذاك عبد الامير وهذا عبد الامير. ومكمل القائد العام للقوات المسلحه، مكمل لبخ ديلبخ، قائد عسكري جاء عن طريق تشابه الاسماء عادي، المهم دي يكمل وضع حجر الاساس لمشروع لم ينجز بالطبع. خلونا نروح إلى فاصل مشاهدينا الكرام، ونعود سريعا لاستكمال الحديث مع حضراتكم. نسلط الضوء على القضايا والأحداث العراقية المهمة، نقدم المعلومة للمشاهد بكل تفاصيلها، نقف عند تداعيات الأحداث وتأثيراتها المستقبلية. نطرح وجهات النظر الواقعية لنكشف الحقائق ونقدم الحلول، كل ذلك في برنامج تحت الضوء. حياكم الله مرة ثانية مشاهدينا الكرام، نكمل مع حضراتكم. معنا آدم من العمارة، تفضل يا آدم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لكم وقناتكم الموقرة. حياك الله، أهلا وسهلا. أخوك طبعا أنا عايش برا بأوروبا. نعم. وحبيت الداخل في المداخلات، وإنما أنا ما راح أقدم فد شيء، بس أريد أوصل صوتي للشعب العراقي. تفضل. بالمختصر المفيد، دولة مجموعة مرتزقة إيرانية، وصدقني ما راح يسوون للعراق كل شيء، بوك نهب سد
ميليشيات. 50 سنة لي قدام العراق زيرو، بس احنا نتأمل بشبابنا الجدد هسه يغيروا البلد. غير هذا ماكو. لا تقول لي نور المالكي، حيدر العبادي، هذا صولار، مدري هذول كلهم ما نعرفهم. كنت عايش بسوريا. ناس سرسرية حاقدة على البلد، مجموعة لصوص. صدقني أقسم لك بالله العلي العظيم ما يقدمون شيء للبلد نهائيا. لا تقول لي محمد الشاه السوداني أو غيره وغيره وغيره أبدا. سيد آدم، معقولة العراقيين اللي قاطعوا الانتخابات، اللي نزلوا بالشوارع يتظاهرون، اللي موجودين في منصات التواصل الاجتماعي كلهم يرفضون هذه الحكومات، كلهم غلط، والسيد أبو علي من البصرة واللي يسيرون على نفس آراء أو أفكار هم الصح؟ معقولة هذه الأحزاب قدمت شيئا للعراقيين؟ معقولة حزب الدعوة حزب شريف وطني خدم العراق، محمد الشيع السوداني شخص نزيه وطني وهو خرج من رحم حزب الدعوة؟ هل يعقل هذا الكلام؟ هذا الكلام صحيح؟ ما يعقل. وأنا راح أقول لك يا طبعاً أنا من العمارة وشاركت بالانتفاضة حقيقة. كلهم من سنة 90-91 كلهم حرامية، وأنا عايشتهم ورحت لإيران وانت الله يرحم صدام حسين سيقولون أنا بحكي، وإنما الرحم العدل والميت. انت عفو ورجعت. صدقني من ذاك الوقت هم مجموعة حرامية لصوص نهب قتل كلهم بدون استثناء. طيب أنا أشكر حضرتك سيد آدم من العمارة، أكتفي وياك بهذا القدر لأنه عندنا مقاطع أريد نعرضها لحضراتكم عن النماذج الجاية لحكم العراق وإدارة الوزارات المعنية والمرتبطة ارتباط مباشر بوضع العراقيين. من ضمن الوزارات المهمة حقيقة وزارة الموارد المائية. تعرفون كلكم أن العراق اليوم يعاني من أزمة مياه، شحة في المياه وجفاف في الأنهار والبحيرات، وهذه الكارثة البيئية اللي تأثر على حياة الناس وعلى طبعا ثروات الحيوانية السمكية والزراعة. جانا وزير يحمل في لقاء سابق المواطن العراقي مسؤولية نقص المياه بسبب الاستحمام المتكرر ويشبه العراقيين بالبطة. خلينا نشوف. يدخل يسبح 4 مرات باليوم شنو بط يعني؟ هذه ترى شوفي هاي ثقافة يعني الإنسان لازم يكون واعي إلها. طبعا هذا علي عون العجيلي، تمام، هو وزير الموارد المائية الجديد، ينتقد المواطن العراقي اللي يروح يسبح حتى ينظف نفسه. يقول أنت السبب في هدر الماء، أنت السبب في نقص المياه الموجودة، في التأثير على مستويات المياه في العراق، الثقافة المنتشرة عند العراقيين أنهم يطبون يسبحون هواية. هكذا هي وجهة نظر وزير الموارد المائية الجديد علي عون العجيلي. نجيكم للطامة الكبرى اللي حتكون ختام المقاطع اللي عندنا في هذه الحلقة، هي نعيم العبودي الميليشياوي التابع لميليشيا العصائب الذي أصبح وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، الذي حصل على شهادة الدكتوراه الخاصة به من الجامعة الإسلامية اللبنانية والتي لا تعترف بها وزارة التعليم العالي في العراق. صار وزير لوزارة لا تعترف بالشهادة التي يمتلكها. خلنا نسمع شو يقول هذا الوزير الوطني ونرجع. منطلقاتنا فقهية، هاي واحد. ثانيا نحن بالنسبة لنا ما يعني عمودنا الفقري ثقافيا وعقائديا هو ولاية الفقيه، نؤمن بولاية الفقيه. منطلقاتنا فقهية، هاي واحد. ثانيا نحن بالنسبة لنا يعني عمودنا الفقري ثقافيا وعقائديا هو ولاية الفقيه، نؤمن بولاية الفقيه. هذه هي الوطنية طبعا، الوطنية لإيران، الولاء المطلق لإيران، الخنوع والخضوع. ومثل ما وصف زعيم الميليشيا اللي هو يتبعها يقول أنا أفتخر أنه أنا ذيل، هكذا يقول قيس الخزعلي أو قال سابقا. وهذا طبعا نعيم العبودي أصبح وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي في العراق، وحقيقة يعني أعان الله طلبة الجامعات والدراسات العليا والبحوث العلمية وغيرها. عندما يتسلم الوزارة وزير أخذ شهادته من جامعة غير معترف بها بالعراق، لماذا؟ لأنها تتلاعب بالدرجات والنتائج وتبيع الشهادات وتزور
وهي ضمن مسلسل أو سلسلة من الجامعات اللبنانية التي تورطت بملفات بيع الشهادات لمسؤولين ومتنفذين في العراق. هذه الفضيحة طبعا الجميع يعلم بها، وهو حاصل على شهادته من مكان لا يعترف به في العراق. إذا المشاهدين أصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.